قبل اجرب الخلطه اللي انا سويتها جربت هذا اسمه اريبيان شيك ينن خفيف وكلش مو سويت. عادي اقول مكوناته؟ عادي. تمر وموز وفي شيء ثالث ما راح نقوله بس صدق خفيف وسرسح. واسا قالوا لي انه هو بس فاز عندي. انا عصيري ادري راح يشبعني، خلنا نجرب خلطاتكم اول. الحين راح اجرب الشمندر. نصيحه حق اللي فيهم فقر دم لازم شمندر، فانا بين فتره والثانيه لازم يا اكل شمندر او اشرب العصير. يعني اعرف طعمه، مو اي مكان يسوي شمندر حلو. ينن. لا هذا صار عندي من السنة. لا هذا الصد صد نار وايد وايد. شوفوا بقول لكم شيء، انا ما جامل بالاكل بس هذا وايد فاز عندي، وايد حلو الشمندر. وانا صدق مو بس لانه فيني فقر دم، لا لان انا احبه وايد وايد. العصير الثالث هو اللي يراهنوني عليه وانا يعني صدق خايفه اجربه. سبانخ بروح؟ والله لا يا ميكس. اوكي ميكس بس سبانخ. نشوف نشوف سبانخ. سبانخ ليمون اناناس العصير ولا كنا موجود دقيقة استوى عندي. مناسبة اني انا الحين ما اشرب سوفت درينك فخلاص راح اعتمد بسكت على طول. جد جد يعني اتمنى اني ما ارجع. بوريكم شيء كان بعد عند بسكت وايد راح تحبونه حتى حق عيالكم. شوفوا هاللوحة حق اللي عندهم نقص حديد، حق الفتنس، حق الناس اللي عندها ستريس. في كذا نوع عصير حق عشان انقل لكم تجربتي. بس خلينا نسوي تحدي مع بعض. السناب الجاي. شوفوا انا مسافرة بعد اسبوع ان شاء الله. وبصراحة ابي انزل من وزني عشان كذي راح اشترك برنامج الديتوكس اللي عند بسكت. فخلنا نتحدى مع بعض، نشترك مع بعض. انا راح ابلش من السبت، نبتدي من السبت لمدة اسبوع. ونشوف مع بعض كم كيلو نزلنا. فخلاص اللي راح يبتدي معاي يكتب لي بالسناب ونشوف مع بعض ايش كثر نزلنا. واتمنى اتمنى اتمنى ان صدق استفيد من هالموضوع لان بجد ابي انزل وزني قبل لا اروح ابلش الشغل الجديد. فممكن تقول ايش كثر انا متحمسه عشان اقعد بس اسبوع في البيت اسوي رياضه واخذ كورس. ما تتخيلون ايش كثر وناستي لما اصور لكم شيء انا وايد حبته. يبين اتوقع عليه، فوايد استانست اليوم وانا اصور بسكت. وحيل متحمسه اي يوم سبت. انا كنت راح ابلش باكر بس بصراحه ابي ابتدي بيوم يكون عندي خلاص. انا عارفه ان هالاسبوع ما راح يكون عندي فيه شغل وان شاء الله اني انا راح يعني خلاص التزم بالرياضه ومع الديتوكس عشان اصفي ذهني كله حق الديتوكس والرياضه. كذي ابي كذي يعني. فراح ابتدي ان شاء الله من يوم السبت. ما برنامج الديتوكس عندهم واحد ومشهورين فيه مثل ما قلت لكم، وعندهم توصيل بكل مناطق الكويت. تقدرون تتواصلون معهم عن طريق موقعهم الانستغرام او الواتساب، واذا تبون تطلبون عن طريق دليفري وطلبات وكارج. راح احط لكم هم بعد الحين موقعهم، تقدرون تطلبون منه دايركت وعليكم الف عافيه.